بسم الله. درس الأعداد الجذرية لمستوى السنة الثانية إعدادي، الحصة الثانية، الموسم الدراسي 2015-2016. وقفنا في الحصة الماضية عند إشارة عدد جذري. يلا الآن غادي نعطيك أعداد جذرية وستجيب هل هي موجبة أم سالبة. نبدأ بالمثال الأول. ناقص 5 على 6، عدد جذري موجب أم سالب؟ بالفعل عدد جذري سالب. لماذا؟ صحيح، لأن بسطه ومقامه مختلفي الإشارة. متفقين؟ بسطه ومقامه مختلفي الإشارة، لذا فهو عدد سالب. متفقين؟ نعطي مثال آخر. ناقص 7 على ناقص 11، عدد جذري موجب أم سالب؟ بالفعل هو عدد جذري موجب. لماذا؟ صحيح، لأن بسطه ومقامه لهما نفس الإشارة. البسط سالب والمقام سالب، إذا العدد الجذري سيكون موجبا. وهنا نقدروا نبسطه ونكتبه فقط ماذا؟ نعم، فقط 7 على 11 هكذا. تبقين نواصل. زائد 3 على ناقص 5، عدد جذري موجب أم سالب؟ فعلا عدد جذري سالب. والسبب؟ صحيح، لأن البسط والمقام مختلفي الإشارة. تبقين وهذه الكتابة نقدروا نبسطوها هكذا، عوض نكتبوا زائد 3 على ناقص 5، نقدر نكتبوا 3 على ناقص 5 أو ناقص 3 على 5 هكذا، أو ناقص أمام سطر الكسر ثم نضع 3 على 5. متفقين؟ إذن هناك 3 كتابات للقيمة زائد 3 على ناقص 5، كلها تصب في نفس المعنى. زائد 3 على ناقص 5 هي ناقص 3 على 5، أو ناقص أمام سطر الكسر ثم نكتب 3 على 5. واضح؟ يلا الآن ناقص 4 على ناقص 7، عدد جذري موجب أم سالب؟ فعلا هو عدد سالب أو عدد جذري سالب. انظر معي، ناقص 4 على ناقص 7 يمكن كتابتها 4 على 7، ليس كذلك؟ وتبقى الإشارة ناقص أمام سطر الكسر هكذا، ناقص أمام سطر الكسر 4 على 7، وهذه القيمة كما ترى هي قيمة سالبة. إذن ناقص 4 على ناقص 7 هي عدد جذري سالب. واضح؟ يلا دركا نمر المرحلة الموالية من الدرس. رأيت فيما مضى أعمل طريقة أو تقنية اختزال عدد كسري، سوف نتذكرها معا. لاحظ معي العدد التالي 20 على 15. هذا العدد بإمكاننا أن نكتبه بشكل مبسط، أو بإمكاننا اختزاله. مصطلح اختزال يصلح أكثر من عملية أو كلمة تبسيط. إما أن نقول تبسيط لكتابة العدد الكسري 20 على 15 أو اختزاله. يلا تذكر معي الطريقة، يلا خذ دفتر البحث واختزل هذا العدد. صافي انتهيت. يلا نتذكر معي الكيفية. العدد 20 و15 والعدد 15 بإمكاننا أن نبحث عن قاسم مشترك لهما معا، ترى ما هو؟ بالفعل يمكن أن نقسم كل منهما على العدد 5 هكذا، 20 مقسمة على 5 على 15 مقسمة على 5. هذه التقنية رأيناها في السنوات الماضية. تبقين تساوي ماذا؟
فعلا تساوي 4/3. إذن العدد الكسري 4/3 هو اختزال للعدد الكسري 20/15. وبإمكاننا أيضا أن نختزل بهذه الطريقة، فنكتب 20/15 ثم نفكك 20 إلى جلاء. يلا فكك 20 إلى جلاء. هناك طبيعة الحال عدة تفكيكات، إحداها سيكون أفضل. يلا ذلك نساوي 4 في ماذا؟ صحيح 4 في 5، و 15 هو ماذا؟ يلا فككه إلى جلاء، صحيح هو 3 في 5. طبقين. وبإمكاننا أن نزيل 5 من البسط ومن المقام، وتبقى الكتابة 4/3 على هذا النحو. إذن هذه تقنية أخرى لاختزال نفس العدد الكسري 20/15. إذن الطريقة الأولى قسمنا البسط والمقام على قاسم مشترك للعددين 20 و15 اللي هو العدد 5. كما تعلم 5 يقسم 20 ويقسم 15. والطريقة الثانية فككنا 20 إلى جلاء و15 إلى جلاء يساويه، وهكذا اختزلنا بالعدد 5. نقول اختزلنا بالعدد 5. متفقين؟ بطبيعة الحال هذه الأمور نعرفها جيدا، إنما حاولنا نتذكرها. واللي جاوب مباشرة من هنا إلى هنا فهذا أمر صحيح أيضا. اللي كتب 20/15 يساوي 4/3 دون أن يشرح التفاصيل فهذا أمر أيضا ممكن. متفقين؟ لأننا نعلم هذه التقنية جيدا. متفقين؟ حنا هذه فرصة باش نتذكروا الكيفية. نواصل. يلا الآن اختزل 27/18. يلا فكر في الأمر. زين يلا نشوفه تصحيح الآن. 27 نقدر نكتبه على شكل جداء، فعلا هو الجداء 3 و9 أليس كذلك؟ و 18 نقدر نكتبه على شكل جداء. نحاول من هذا الجداء أن نبرز العنصر 9 إذا شئت. الاثنان في ماذا؟ فعلا في 9، وسنشطب على 9 فتبقى القيمة 3/2. إذن العدد الكسري 3/2 هو اختزال للعدد الكسري 27/18. متفقين؟ هذه التقنية التي رأيناها بالنسبة للأعداد الكسرية تبقى صالحة أيضا بالنسبة للأعداد الجذرية، لأنه قلنا العدد الجذري راه هو عدد كسري أدخل عليه إشارة زائد أو ناقص. متفقين؟ يلا غادي نعطيك الآن مثال لعدد جذري، مثلا -14/21. يلا اختزل هذه القيمة. مرة أخرى خذ دفتر البحث واختزل هذه القيمة. قلت نفس التقنية التي استعملناها بالنسبة للأعداد الكسرية ستبقى صالحة وصحيحة بالنسبة للأعداد الجذرية. يلا نقدر نفكك -14 إلى جلاء، ذلك يساوي -2 في ماذا؟ صحيح في 7، و 21 هو جلاء ماذا وماذا؟ صحيح هو جلاء 3 و7. فنشطب على 7 هكذا، أو نختزل بالعدد 7، فالنتيجة هي -2/3 هكذا. واضح؟ إذن العدد الجذري -2/3 اختزال للعدد الجذري -14/21. متفقين؟ نواصل. اختزل الآن الجذري 25/40. يلا نبين الطريقة. 25 نقدر نكتبه على شكل جداء، فعلا هو جداء 5 و5.
وناقص 40 يمكن كتابته على شكل جدول. نعم، ناقص 8 في ماذا؟ في 5. سنشطب الآن على 5 هكذا، فتبقى لنا ماذا؟ نعم 5 على ناقص 8. الآن ننقل الإشارة ناقص من المقام ونضعها في البص، تعطينا ماذا؟ صحيح، تساوي ناقص 5 على 8. دقيق، نواصل. الآن انظر معي، A في N على B في N تساوي ماذا أيضا؟ نعم، تساوي A على B، يمكننا نشطبه على N. لا تنسى هذه القاعدة تعمل من اليسار إلى اليمين كما تعمل من اليمين إلى اليسار. أوكي، يعني عندك الحق تضرب البسط والمقام في أي عدد تشاء، شرط أن يكون بطبيعة الحال مخالفا لصفر. واضح؟ كما يمكن لك أن تقسم البسط والمقام على أي عدد تشاء، شرط أن يكون مخالفا لصفر، والأفضل أن يكون قاسما مشتركا للبسط وللمقام. واضح؟ نشوفه وضعية ثانية، A مقسمة على D على B مقسمة على D تساوي ماذا أيضا؟ نعم، تساوي A على B هكذا. إذن عقل على الخاصيتين معا أو القاعدتين معا، A في N على B في N تساوي A على B، و A مقسمة على D على ب مقسم على د يساوي أ على ب. هذا العدد د هو قاسم مشترك لأ وب. واضح؟ نواصل. كنا شفنا في السنة الماضية وسنوات الابتدائي عملية توحيد مقامي عددين كسريين، نحاول نتذكرها معا. نأخذ مثلا العددان الكسريان 7 على 2 و 3 على 5 مثلا. يلا دركا خذ دفتر البحث واجعل لهذين العددين الكسريين نفس المقام أو وحد مقاميهما. يلا فكر في الأمر، خذ العددين الكسريين 7 على 2 و 3 على 5 ووحد مقاميهما، أي اجعلهما مكتوبين على شكل عددين كسريين لهما نفس المقام. يعني في رأيك بالنسبة لسبعة على اثنان في أي عدد سنضرب البسط والمقام للحصول على مقام موحد أو للحصول على نفس المقام؟ وكما تعلم من خلال القاعدة التي رأينا قبل لحظة، بإمكانك أن تضرب البسط والمقام في أي عدد تشاء بشرط أن يكون غير منعدم. يلا أي عدد سأختار بالنسبة للعدد الكسري 7 على 2 في كم سنضرب البسط والمقام؟ مزيان، سنضرب البسط والمقام في 5 هكذا. وكما ترى العدد 5 هو مقام العدد الكسري 3 على 5، إذن ضربنا الآن البسط في 5 والمقام في 5، وهذا العدد 5 الذي فكرنا فيه هو نفس مقام العدد الكسري 3 على 5. يلا وبالنسبة لـ 3 على 5 في كم سنضرب البسط والمقام؟ صحيح، سنضرب كل منهما في 2 على هذا. ثم نواصل، 7 في 5 تساوي كم؟ نعم تساوي 35، و 2 في 5 10، ثم 3 في 2 صحيح 6، و 5 في 2 تساوي 10، وهكذا حصلنا على نفس المقام. ونقول في هذه الحالة إننا وحدنا مقامي العددين الكسريين 7 على 2 و 3 على 5. إذن كما ترى التقنية بسيطة ولا أشك في أنك تعرفها جيدا. إذن
35 على 10 هو نفس العدد 7 على 2، والعدد 6 على 10 هو نفس العدد 3 على 5. إنما الجديد في هذه العملية هو أننا وحدنا هذين المقامين، أي جعلناهما مكتوبين على شكل عددين كسريين لهما نفس المقام، وهذا الأمر سيساعدنا في العمليات التي سنقوم بها فيما بعد في هذا الدرس في الجامع والطرح، ستنفعنا هذه التقنية للقيام بكثير من العمليات الحسابية. إذن هذه الطريقة التي استعملت فيما مضى لتوحيد مقامي عددين كسريين ستستغل بنفس الكيفية لتوحيد مقامي عددين جذريين. شوفوا المثال، يلا الآن وحد مقامي العددين الجذريين ناقص 4 على 3 وناقص 5 على 4. يلا خذ دفتر البحث وقم بتوحيد هذين المقامين. يلا ابدأ العملية، سأنتظرك. يلا أنا تنهي الطريقة هكذا. صافي كملتي. يلا في كم سنضرب بسط ومقام العدد الجذري ناقص 4 على 3؟ نعم سنضربه في العدد 4 هكذا، و 4 هو المقام ديال العدد الجذري ناقص 5 على 4 هكذا. تفقين؟ وبالنسبة للعدد الجذري الثاني اللي هو ناقص 5 على 4 في كم سنضرب بسطه ومقامه؟ نعم سنضرب بسطه ومقامه في 3 اللي هو مقام العدد الجذري ناقص 4 على 3 هكذا. صافي بقى دركا غنحسبوا هذه القيمتين. يلا ناقص 4 في 4 تساوي كم؟ صحيح تساوي ناقص 16 على ماذا؟ على 12. وناقص 5 في 3 تساوي كم؟ صحيح ناقص 15 على 12. وهكذا وحدنا مقامين العددين الجذريين. مقام واحد هو ماذا؟ يعني هو العدد 12. تفقين؟ يلا نسجل هذه المعلومات في دفتر الدروس. يلا خذ دفتر الدروس نكتبوا عنوان الفقرة. اختزال عدد جذري، دو عنوان الفقرة الثالثة. أصغر أمثلة، عندنا عشرون على 15 تساوي عشرون مقسمة على 5 على 15 مقسمة على 5 تساوي 4 على 3. 18 على 27 مثلا تساوي، نغير لنا الطريقة، 2 في 9 على 3 في 9، ثم نختزل ب 9 تعطينا 2 على 3. ناقص 14 على 21 تساوي ناقص 14 مقسمة على 7 على 21 مقسمة على 7 تساوي ناقص 2 على 3. ثم مثلا ناقص 25 على ناقص 30 يساوي ناقص 5 في 5 على ناقص 6 في 5 تساوي بعد عملية الاختزال تساوي ناقص 5 على ناقص 6، وناقص 5 على ناقص 6 تساوي 5 على 6.
اعتبر A على B عددا جذريا وN وM عددين صحيحين طبيعيين غير منعدمين. A على B أو A على B تساوي A في N على B في N، أو A في N على B في N تساوي A على B بحالها. ثم A على B تساوي أيضا A مقسمة على M على B مقسمة على M. تبقين؟ إنما غالبا إذا أردنا أن نقسم على M فM غالبا ما يكون قاسما مشتركا لA وB. تبقين؟ نمر نمر للملاحظة. نعتبر A على B عددا جذريا ناقص A على ناقص B كما ذكرنا ذلك تساوي A على B. هذه الملاحظة كنت غادي نسجلها في الفقرة السابقة ولكن لا بأس في ذلك، يمكننا نكتبها الآن. يساوي نعم A ناقص A على ناقص B تساوي A على B، و A على ناقص B تساوي ناقص A على B هكذا، أو تساوي ناقص أمام سطر كسر A على B. كل هذه الكتابات لها نفس المعنى. تبقين؟ نواصل. توحيد مقامي عددين جذريين. نعتبر العددين الجذريين 7 على 2 و 5 على 3 ولنجعل لهما نفس المقام. إذن عندنا 7 على 2 تساوي، ثم سنضرب البسط والمقام في عددين حتى نحصل على نفس المقام أو نوحد المقامين. إذن تساوي 7، 7 على 2 تساوي 7 في 3 على 2 في 3. هذه الأمور ناقشناها في بداية هذه الحصة. و 5 على 3 تساوي 5 في 2 على 3 في 2. نواصل. 7 في 3 21، 2 في 3 6، 5 في 2 10، و 3 في 2 6. إذن نقول في هذه الحالة إننا وحدنا مقامي العددين الجذريين 7 على 2 و 5 على 3. نكتب ذلك ونقول إننا وحدنا مقامي العددين الجذريين 7 على 2 و 5 على 3. نواصل. لنوحد الآن مقامي العددين الجذريين 4 على ناقص 5 وناقص 3 على 2. يلا نبدأ ب 4 على ناقص 5. يمكن لنا نزول الإشارة ناقص من المقام ونضعها في البسط هكذا كمرحلة أولى، ثم نضرب البسط والمقام في ماذا؟ في 2 هكذا، فنحصل على ناقص 8 على 10. نشيل المثال ناقص 3 على 2، نضرب البسط والمقام في ماذا؟ صحيح في 5 هكذا، تعطينا ناقص 15 على 10. وهكذا وحدنا مقامي هذين العددين الجذريين. المقام الموحد هو العدد 10. تبقين؟ يلا الآن غنشوفوا تمرين تطبيقي لما قمنا به. يلا نشوفوا التمرين التطبيقي. اختزل ما يلي. يلا تختزل ناقص 50 على 75 وناقص 33 على ناقص 44 وأخيرا ناقص 63 على زائد 42. ثم وحد مقامي كل من ألف ناقص 7 على 12 و 5 على ناقص 6، ب ناقص 15 على 20 و ناقص 21 على 49. انتهت هذه الحصة من إعداد أستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.